وحشينا 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 إصلاح الحزب اللي بغينا إصلاح الحزب اللي بغينا وصامد صامد يا رافق لو دمي سال صامد صامد يا رافق لو دمي سال ودمي من أجل التغيير وبجوش الليل ودمي من أجل التغيير وبجوش الليل وصامد غير حال وصوير غير حال وليس غير حال عز الدين العمارتي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المنسق الوطني لمبادرة سنواصل الطريق التي انطلقت قبل أزيد من سنة والتي طرد قياديوها الذين هم قياديون بالحزب من ضمن يوم عبد ربه. تم طرد عضوين من المكتب السياسي وعشرة أعضاء من اللجنة المركزية وعضوين من لجنة المراقبة السياسية والتحكيم بالإضافة إلى تهميش وإبعاد والتعسف في حق كل مناضلين الذين يبلغ عددهم حوالي 300 اللي تم إقصائهم من تحضير المؤتمر بالإضافة لإقصاء رفاق آخرين في مسلسل التحضير. صدر لصالحنا حكم قضائي تجاهله الأمين العام سفه حكما قضائيا صدر باسم جلالة الملك ليصل إلى هذه المزلة ليصل إلى مؤتمر مزور يريد تلميع صورة باهتة لزعيم لحزب عريق لا يستحق ذلك المكان. ربما ستكون ثلاث ولايات التي قضى على رأس الحزب نقطة سوداء في تاريخ حزب التقدم والاشتراكية نظرا لقراراته الخاطئة الكثيرة التي ورط فيها حزب التقدم والاشتراكية، ورطه في تحالفات هجينة، ورطه في مواقف لا تشرف الحزب، ودمر بنيته التنظيمية طيلة 12 سنة، غير ديموغرافية الحزب طيلة المؤتمرات، كل مؤتمر يتم إقصاء جزء من المناضلين واستقدام جدد، ويريد يتم الاحتفاظ بالجدد الذين يتم استقدامهم في مؤتمر، يتم التخلي عنهم مباشرة بعد المؤتمر، وانتظار مؤتمر آخر لاستقدام جدد، لأنه لا يمكنه أن يستمر على رأس الحزب بوجود مناضلين يعرفونه ويعرفون أخطاءه وسيواجهونه بها داخل المؤتمر. هو يقصي الأصوات الحرة التي يمكن أن تواجهه داخل المؤتمر، يبعدها في الفروع ويبعدها، وجزء منهم اللي جاوا للمؤتمر تم منعهم من ولوج القاعة والتعبير من داخل المؤتمر ديال الحزب. تم منعنا بالقوة بطبيعة الحال جميع أبواب هذا المركب. الأحزاب كلها كدير المؤتمرات هنا، ما عمر شي حزب دار العسكرة في هذه البيبان كلهم بالشكل اللي دايروا. نبيل بن عبد الله يريد ولاية رابعة بأي ثمن، رغم أن الثمن سيكون هو تدمير حزب عمر 80 سنة. للأسف دمر بنيته التنظيمية، ولكن لن نسمح له بتدمير تاريخه، بتدمير القيمة المعنوية والرمزية لحزب التقدم والاشتراكية في المشهد السياسي المغربي. لن نسمح بذلك، سنسلك جميع المساطر منها القضائية. نحن طعنا في المؤتمر سياسيا، طعنا في التحضير، جمعنا ملف كامل ومتكامل لخروقاته على مستوى جميع الفروع والأقاليم، عرفنا كيف حضر لهذا المؤتمر، لدينا الخروقات موثقة، بالإضافة إلى الرفاق اللي حصلوا على أحكام قضائية وتم منعهم من حضور المؤتمر، تم إبعادهم من تحضير المؤتمر. هناك خروقات قانونية سافرة. بعد طعننا السياسي في هذا المؤتمر سنطعن فيه قضائيا، ولن نسلم حزبنا لشخص مريض بهوس الزعامة، شخص يريد لنفسه كل شيء على حساب أي شيء يتعلق بحزب التقدم والاشتراكية. نبيل بن عبد الله لآخر ما يهمه هو مصلحة الحزب ومصلحة الوطن، تهمه مصلحته الشخصية فقط، كل سلوكاته تدل على ذلك. كيف يعني من الأشياء اللي غريبة واللي كتبين الانفصام اللي كيعاني منه الأمين العام، هو أنه في خلال كلمته في هذا الافتتاح كيتكلم على أن البلاد خصها جو ديمقراطي وانفراج ونقاش، وكيطالب الدولة بواحد المجموعة ديال الأمور ما قادرش يديرها وسط الحزب. هو قامع الناس واقفين برا وجايب الملك يضربوهم، والداخل كيقول الديمقراطية والحرية. هذه قمة الوقاحة والكذب على الرأي العام،
وعلى الضيوف اللي كانوا حاضرين. للأسف الجميع يعرف كذبه، يعرف تضليله، لم يعد شيئا خافيا. لا أعرف فقط الشيء الذي يطرح علامات استفهام عند الرفاق اللي تقصوا في الفروع، الرفاق اللي واقفين هنا، والرفاق الكتار يتسألوا علاش القيادة الحزب اللي معاه دابا في المكتب السياسي ساكتين. ملي كنتكلموا معهم على الانفراد كيقولوا كلامنا وكثر، ولكن ما يقدرش شي واحد فيهم يعبر. سكوتهم فيه يطرح علامات استفهام ويحملهم المسؤولية على في كل ما يقع داخل حزب التقدم والاشتراكية، وعلى ذبح الديمقراطية، وعلى تمييع الهياكل ديال حزب التقدم والاشتراكية من خلال هذا المؤتمر. للأسف وصلنا لمرحلة في حزب التقدم والاشتراكية اللي ما عمر وصلها، اللي غيكون فيها الأمين العام ينتخب بتصفيق الزغاريد، لأن لا يوجد أي مرشح رغم الشكليات ديال فتح باب الترشيح. لم يترشح أحد ولن يترشح أحد في ظل هذه الظروف، لأن الجميع يعرف بأن الأمين العام استخدم أناس للتصفيق عليه للولاية الرابعة. يعني حتى شي حد ما تايق بأن المؤتمر فيه المناضلين اللي يقدروا يصوتوا وياخذوا قرارات ديالهم. يعني التنافس الحر الديمقراطي ما كاينش، شروطه غير موجودة في المؤتمر. هادشي علاش ما ترشح حتى شي حد وساكتين، وغيكون يعني يوم غد غيجيو يجمعوهم هادو اللي استقدموهم، غيجمعوهم لان متفق معهم على التصفيق والتزغريت، ويدوزوه بسلاسه للولايه الرابعه اللي ما غيكون فيها حتى شي حد رابح، حتى هو، لان حتى هو سيدمر مساره السياسي في نهايته، لان حتى شي حد ما رابح، لا هو لا الحزب لا المناضلين لا البلاد. هذه كارثة تنظيمية سماها المؤتمر الوطني 11. الطريقة التي تم تحضير هذا المؤتمر بها لا تمت بصلة للديمقراطية ولحزب عريق من قيمة حزب التقدم والاشتراكية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.